السلام عليكم مشاهدينا، اخباركم؟ معكم اخوكم حسام. النهارده هنتكلم عن فيديو ربحي. ان شاء الله ربحي، مبسوط منه جدا ان شاء الله. اول حاجه في الفيديوهات الربحيه نبدا نعمل الموقع ده، نعمل تسجيل منه. تمام، هو عباره عن بيتكوين، بيطلع بيتكوين تمام من صندوق. لكن الاول نبدا بس نعرف ازاي التسجيل بيه. هنا نزور نيم ايميل وباسورد، ندخل عليهم. طبعا دي حاجة بسيطة. بعد كده بيدخل بيتفاعل بالايميل اللي هو فيريفايد. تمام، ندخل بعد كده على ساين اكونت بتاع ساين. اول حاجة بتظهر لك دي خانة اللي من اوبن، تقدر تدخل عليه من على الاندرويد موبايل عادي. انا مثلا عندي هنا في الحساب $89، تقدر تحصل اللي هو الحد الادنى من السحب. حتى يكون هنا في علم الحد الادنى هنا بتجيب الوستر هو 49 من 149 من 100. تمام، فبالتالي اوبن بنعمل ندوس على ده. تمام، فبيجي معاك كده وبيزود. طيب، في عندنا بيديك بونص، كل ليفل بيختلف طبعا البونص بتاعه وتقديره. هنا اول حاجة بدي 5، لما تعدي ليفل 2 بيبقى 10، ليفل 3 20 وهكذا. تمام، هنا عندك بونص بدي كل ساعة 5 عملات منها. تمام، وبتزيدها، كانت 65 وزادت. دلوقتي في عندك هنا دعوة، ندخل هنا دعوة، عايز تدعي اي حد من عندك الريفرال ده. الاوفر ما نصحش حد يبيع لنا بالفلوس. التريد هو هنا عبارة عن انت بتقول ان العملة في خلال 5 دقايق بتزيد. لو انت بتدوس انا مثلا ادي واحد، خليها ادي عملة خليها مثلا 7، بتدوس كول. لو انت عارف ان هي هتزيد خلاص يبقى ايه بتدوس زيادة. لا، عارف انها هتقل في خلال 5 دقايق دول بتقل. لو كلامك صح بتاخد ضعف الكمية، لو كلامك غلط بتخسر اللي انت حطيته. تمام، نيجي بعد كده على اللوت. اللوتو هو اختيار عشوائي، بتختار مثلا هنا باي. تمام، انت بتدفع واحد، ممكن تنجح ممكن ما تنجحش، يعني هي بتبقى ايه على حسب. تكون شاري التيكت وتنتظر الاعداد، لما بيخلص بيبقى هنا العشوائي. اما الاعداد ده الاكونت بتاعي بيبقى 35 داخلين، بحيث اللي هيطلع منهم واحد هو اللي ايه هو اللي هيكسب 25. عموما لما هو يمشي هو هنعرف من الرقم، لو زاد لو مزادش يبقى ايه يبقى احنا مكسبناش. ندخل بعد كده، ده نفس الكلام نفس الفكرة، بتحط رقم واحد عملة واثنين وتلاتة، بتختار مثلا اللون الاحمر او الاسود زي ما يكون. تمام، بس على كده. اذا كسبت بديك عملات، اذا ما كسبتش اللي انت بتحطه مثلا بتخسره. تمام، نفس الحوار. ايه الديلي؟ الديلي كل يوم بتدفع، كل يوم بتديك سؤال وانت بتجاوب عليه. السؤال يعني جاوبت اول وتاني مش مشكلة. تمام، بس فهو بيديك 5 برضو جيم او 5 عملات بيديك من كل ايه كل يوم. هو بيبقى هنا عندك الاوبن، كل ده ما هو ايه ان هو يزود لك الجيم بطرق مختلفة. بالنسبه للحالات، انت لما تعمل دعوه، لما بتعمل ريفرال، هنحطه في الديسكريبشن في الوصف يعني تحت، هيكون هيديك 50 عمله وهيدينا 50 عمله، فانت هتستفيد وانا هستفيد. والدعوه هو طيب. تمام، ده اللي هو لو عاوز تعمل نوتيفيكيشن بيظهر لك اي نوتيفيكيشن عن طريقه. تمام، بس متشكرين جدا على المشاهدة، وإن شاء الله في مواقع تانية قدام احنا بس لسه متأكد منها ربحية، تكون ربحها سريع بإذن الله.